طلاب اولى ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رب عليكم كلكم جميعا. ان شاء الله يتعاد علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. نبدا مع بعض بقى باذن الله. اخر وحده عندنا في المنهج، الوحده دي ممكن ناخدها على 3 مرات عشان يعني فيها شويه حاجات كده كتير، عشان الموضوع بس ما يبقاش تقيل عليكم. تمام؟ سهله، الجراماتيكا بتاعتها سهله، الكلمات بتاعتها برده مش كتير خالص، شويه صغيرين، فان شاء الله يعني نختمها ويبقى ختام موفق باذن الله. الاونيتات دي بعنوان، احنا زي ما متعودين عارفين نعرف العنوان بتاع الاونيتات قبل ما ندخل بتاعت الوحده، عشان بس تبقى الدنيا بالنسبه لنا واضحه وما نتوش. اللي هي بركينون بنيتي اكازا ماي، وانت ليه ما بتجيش البيت خالص؟ تمام، نعرف بس العنوان، مش المره دي العنوان مش محوري قوي بالنسبه للوحده، بس هدينا هنتعرف على الوحده ايه واحده واحنا ماشيين. طيب نبدا بقى ندخل باذن الله على الكلمات. زي ما انا قلت لكم الكلمات مش كتير وشويه صغيرين المره دي. طيب نقرا بسم الله. برندري برندري برندري، اوتوبوس اوتوبوس، فيرماتا فيرماتا، فيا او استرادا، يعني هي الاثنين، يا اما فيا يا اما استرادا بمعنى شارع. بتسريا بتسريا، لو انا عايزه اقول في محل بيتزا بقول ان بتسريا ان بتسريا. اوفيتشو اوفيتشو، بقول ان اوفيتشو او نيل اوفيتشو ان اوفيتشو. بساره بس تيمبو، بس تيمبو خدناها قبل كده اللي هي ايه؟ وقت الفراغ. بعد كده تشينيما، كلمة تشينيما مذكر، مفرد مذكر، على الرغم ان هي بتنتهي بآ بس من الكلمات المفرد المذكر. بعد كده بيبليوتيكا بيبليوتيكا، ريستورانتي ريستورانتي، بيرفيتو بيرفيتو، باسيوني باسيوني، كلمة مؤنث برضو اللي هي بتنتهي بسيوني، فاكرين؟ بوتيري بوتيري، فوليري، خدوا بالكم من الافعال دي عشان احنا هنشتغل على تصريفها دلوقتي. بوتيري فوليري، بارلاري بارلاري، دانساري دانساري، دانسا دانسا، ديسكوتيكا ديسكوتيكا، بتاخد ان ديسكوتيكا اللي هو الملهى او المركز بتاخد ان. سامبليتشي سامبليتشي، ايبوسيبيلي ايبوسيبيلي، بيانو بيانو، سنتيري سنتيري، اوفيامنتي اوفيامنتي، ترسو انسيامي، وماري، كلمة ماري كمان بتنتهي بإيه بس هي مصيلة مذكر. طيب الجراماتيكا بقى بتاعتنا، زي ما قلت لك انت سنة أولى بيفضل ماشي معاك في زمن البريزنت، بيديك كل مرة زي مقطع كده في كل وحدة عن الزمن ده. المرة اللي فاتت أخدنا، والمرات اللي قبلها يعني في البريزنت، خدنا اللي هي التصريف الافعال، وبعد كده جينا خدنا الافعال الشاذه اللي هي كانت بتنتهي بايري وبتاخد مقطع ايسك لو تفتكروا. بعد كده هناخد في زمن المضارع برضو اللي هي فيربي مودالي. طب ايه فيربي مودالي بالعربي عشان يبقى احنا فاهمين؟ فيربي مودالي دي اللي هي افعال زي افعال مساعده، بتيجي في الجمله ما بتجيش في الجمله لوحدها، تمام؟ لازم يجي معاها فعل تاني. يعني بمعناها ايه؟ اما اجي اقول لك انا استطيع، طب انا استطيع ايه؟ انت لسه مستني مني اكمل لك جمله. اقول لك مثلا انا استطيع لعب كره التنس مثلا، يبقى مثلا يو بوسو جوكارا اتنس، تمام؟ يبقى الافعال دي، او مثلا يو تو ديفي، انت يجب يجب ايه؟ تو ديفي ستودياري ديبيو، يجب ان انت تذاكر اكتر. طب فيربو فولير اللي هو يريد، هقول لك انا عايزه يو فوليو، طب فوليو ايه؟ مثلا او يو فوليو مانجاري بيتزا، اكل بيتزا، تمام؟ وهكذا. يبقى الثلاث افعال دول اللي هو فيربو دوفيري بوتيري فوليري هنقول معناهم ونشوف تصريفاتهم، اسمهم فيربي مودالي. فيربو مودالي يعني فعل ناقص ما بيجيش لوحده في الجمله، لازم يجي بعده فعل تاني عشان يوضح لي معناه، تمام؟ طيب تعال نشوف معناهم. يعني هو ممكن انجي لوحده بيجي بمعنى ايه؟ استطيع مثلا الاكل على طول، منجري على طول، بمعنى ايه؟ جاي بعدها زي اسم، تمام؟ الفعل جاي بعدها زي اسم، انت عارف ان هي معنى الجمله ما بيكتملش بيها لوحدها، دي أول حاجة. طيب أول حاجة دوفير اللي هو بيجي بمعنى يجب، ماشي؟ بوتيري بمعنى يستطيع، فوليري بمعنى يريد، ماشي؟ أول حاجة بتعرفها أنت عارف دي ضمائر الفاعل اللي هي إيو تو لوي ولي نوي فوي لورو، ماشي كده؟ يبقى دي ضمائر الفاعل، هعرف تصريف الفعل معاه. طب انا كنت باجي اشوف الفعل بينتهي مثلا بآري او بإيري وبشيل إيري وبحط نهايات، صح كده؟ المره اللي فاتت عرفنا افعال اللي هي زي فيربو انداري وفيربو بوتيري والحاجات دي كلها اللي هي ايه؟ حفظناهم، اللي هي انداري وفينيري والحاجات دي كلها حفظناهم، عشان هي برضو افعال شاذه ملهاش تصريف ثابت، يعني ما بنشيلش آري مثلا ونحط النهايات اللي احنا متعودين عليها او اي يامو اي تي اون والحاجات دي، لا،
ليها تصريف كده شاذ. في المره دي برضو هنحفظ الثلاث تصريفات بتاع الافعال دول، الثلاث افعال دول يعني فيربو دوفيري بيتصرف ديفو ديفي ديفي دوبيامو دوفيتي ديفونو. ديفو ديفي ديفي دوبيامو، خد بالك دوبيامو عشان ما تلخبطش، دوفيتي ديفونو، يبقى مثلا مع لورو تبقى ديفونو، مع تو ديفي، وهكذا. ماشي، يبقى ديفو ديفي ديفي دوبيامو دوفيتي ديفونو. طيب فيربو بوتيري اللي هو يستطيع، بصوا بوي بو بصيامو بوتيتي بصنو، بصوا بوي بو بصيامو بوتيتي بصنو. انت تشوف الفعل بتاع الجمله عندك مين، ايو تاخد على طول بصوا، تمام. مثلا فوي يبقى بوتيتي، ماشي، يبقى انت تبقى شايف على طول الضمير الفاعل ايه وتختار معاه على طول تصريف الفعل بتاعه. طب اخر فعل عندي اللي هو فعل فوليري بمعنى يريد، فوليو فوي فولي فوليامو فوليتي فوليونو، فوليو فوي فولي فوليامو فوليتي فوليونو. يبقى دي ثلاث تصريفات بتوع الافعال عندي، تصريفهم زي ما انا قلت لك شاذ شاذ، لازم يتحفظ. طيب الثلاث افعال دول في بس معلومه صغيره، ان جيهم في الجمله هم في الاول لازم يجي بعدهم مصدر. هقول لك مثلا ايو بصوا جوكاري، جوكاري اتنس. طب يعني ايه فعل في المصدر؟ اي فعل عندي في المصدر بينتهي بالثلاث نهايات، يا اما بينتهي باره يا اما بايره يا اما بايره. يبقى انا لو شفت اي فعل دول متصرف وبعدهم نقط لازم اختار بعدهم الفعل في المصدر، يا بينتهي يا باره يا بايره يا بايره. انا كاتبه لك برده الملحوظه دي اهي، عند وجود هذه الافعال مصرفه، يعني لو لقيت الفعل ده مصرف في الجمله يجي يختار بعده على طول ما بين الاقواس فعل في المصدر. برضو يعني ايه فعل في المصدر عشان ابقى عارف؟ اللي هو بينتهي يا اما باري مجموعه اولى او ايري مجموعه ثانيه او ايري مجموعه ثالثه. هشوف ده ازاي في الحل، دي جزئيه الجراماتيكا اللي احنا هنشتغل عليها، بس هناخد الحل بتاعها وبعد كده هناخد حاجه كمان النهارده. طيب يعني مثلا بقول لك ميدي سبياتش، انا اسف ايو نون بصوا، ادي الفعل جاي متصرف، يبقى انا على طول هستخدم القاعده دي، فعل متصرف هجيب بعدها على طول الفعل ايه في المصدر، بينتهي يا اما باري او ايري او ايري. طيب يبقى انا دلوقتي عايز فعل في المصدر، ده مصرف وديفي مصرف واشي مصرف، يبقى اشيري اهو هو اللي مش مصرف، يبقى نون ايو نون بصوا اشيري كونفوي، انا مش هعرف اخرج معاكم فوي كويستا سيرا لهذا المساء. يبقى عشان انا لقيت بصوا فعل من الثلاث افعال اللي فوق مصرف، يبقى هجيب بعدها طول الفعل في المصدر. طب نكمل، راجاتسي اسم جمع بعده فيرجولا، قلنا على طول هتبقى فوي، تبقى ايه؟ هو دلوقتي جايب لك فيربو دوفيري متصرف، يبقى دوفيري مع فوي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى دوفيتي، يبقى دوفيتي. لو انت حافظها هتختارها على طول، هو بس متوقف ان انت هتحفظها، ممكن تلاقي صعوبه شويه وانا بحل دلوقتي عشان مثلا انت لسه ما حفظتش الافعال، لكن لو حفظت تصريفاتهم الموضوع هيبقى سهل. ماشي؟ طيب دينو اسم مفرد مفيش بعده ولا فيرجولا ولا اي حاجه، يبقى لوي ولي. هنا حاطط لك التصريفات على طول ايه؟ فوليري، فوليري مع لوي ولي بتبقى ايه؟ فوولي. طب نكمل بقيه الجمله، يبقى دينو فوولي دورميري فينو اتاردي دوماني ماتينا، يعني دينو عايز ان هو يفضل نايم لحد بكره كتير، لحد متاخر يعني ما يصحاش بدري. طيب ايو الويدجي، انا والويدجي، انا واي حد على طول بتبقى ايه؟ نوي، انا واي حد يبقى نوي، نحن. يبقى حاطط لك فيربو فوليري مع كلهم مع تصريفاتهم، انت عايز فوليري مع نوي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى فوليامو. ايو الويدجي فوليامو برندري الترينو، عايزين ناخد الترينو بير فرنسا عشان نروح فرنسا. طيب بعد كده كيارا بير افيري انفورماسيوني، ديفي جه فعل متصرف، يبقى على طول يجي بعدها الفعل الثاني مصدر، يا اما بينتهي باري او ايري او ايري. طب تعالى نشوف، هو اول اجابه اللي هي تليفوناري، هنا ده متصرف هو اخره اه، هنا اونو مع لورو، هنا مع تو ايه ايه تليفوني. طيب ايو فوليو انا اريد جوكاري اتنس، برضو فوليو هو جه بعدها الفعل في المصدر، تمام. ايو فوليو جوكاري اتنس، يبقى الفعل بالنسبه لي هنا مين؟ انا. طيب نقط فينيرا كونتي، جاب لك هو هنا الفعل في المصدر، فانت عايز هنا تختار انت المتصرف، ماشي. يبقى الفاعل بالنسبه لي مين في الجمله الاولى؟ ايو. يبقى في الجمله الثانيه برضو ايو، يبقى ايه؟ بصوا فينيري انكي تو، بس في الحاله دي خد بالك بقى عشان دي ايه، استنى هنا عشان ايه اللخبطه، هو حط لك اصلا تو في الاخر، يعني انا اصلا ما خدتش بالي من تو اللي في الاخر دي، هو هنا حط لك تو في الاخر انت، لكن لو هو كان ما فيش تو دي عشان انا ما قريتهاش اصلا فقلت لك على طول اللي هي ايه، بصوا ايو الفاعل هنا زي هنا، لكن هو لخفنك وحط لك تو فين؟ في اخر الجمله خالص، بيقول لك ايه، ممكن تيجي انت كمان معانا
يبقى خد اقرا الجمله لحد اخرها عشان ما تغلطش نفس الغلطه دي. يبقى على طول ايه؟ بوي ممكن تيجي، تصرفها مع تو. يبقى تقرا الجمله لحد الاخر مش لحد فينيري بس. يبقى لو اللي هو مش حاطط تو على طول وانت مغمض، الفعل اللي في الاول هو الفعل اللي في اخر، يبقى ايه؟ لكن انت في الاخر هو لقيته حاطط لك تو فعلى طول تختارها ايه؟ بوي. ماشي. طب نكمل. اي راجاتس، اي راجاتس اسم جمع ما فيش فيرجولا، تبقى لورو. فوق كان في فيرجولا فاخترناها ايه؟ فوي. يبقى هنا على طول لورو. بيري اون كابوتشينو لاماتينا، المفروض هو حاطط لك فيربو ايه؟ دوفيري مع كل الافعال. انت عايز تختار دوفيري مع لورو بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ديفونو. فمعنى الجمله بيقول لك ان راجاتسي الشباب يعني بيجب ان هم يشربوا كابوتشينو، اللي هو الكابوتشينو كل يوم الصبح، فتبقى ايه؟ ديفونو. ماشي. ماريا، ماريا اتوي جينيتوري، يعني بقول لها ماريا وبعدها فيرجولا، يبقى الفاعل بالنسبه لي مش ماريا، انا جيت حطيت فاعل تاني. بقول لك اتوي جينيتوري اللي هم ايه؟ الاباء. نقط ريمانيري انكوري امبو، يجب ان هم يستنوا شويه كمان. يبقى مين اللي هيستنوا؟ الجينيتوري اللي هم مع 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 فيربو بوتير، بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى بصنو. يجب او يعني هل هم يستطيع ان هم ينتظروا شويه كمان؟ يبقى بصنو. يبقى انت ما عليكش غير ان انت بس تحدد مين هو الفاعل اللي انت هتختار معاه الفاعل. تشوف الفاعل لو هو عايزه متصرف تصرفه معاه، لو هو جايب لك اصلا الفاعل اللي بعده متصرف يبقى انت تاخد الفاعل على طول اللي بعده مصدر. طيب نكمل. كويستا سيرا ايو، انا كارلا الويجي، انا وكارلا والويجي لو عد خمسه سته كمان ما دام انا معاهم يبقى نوي. تمام. نقط انداري اليتشينيما، طيب فيربو فوليري مع نوي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى فوليامو. يبقى احنا انا وكارلا والويجي عايزين نروح السينما مع بعض. طيب بعد كده امي اميتشي اسم جمع مفيش بعده فيرجولا، تبقى لورو. فيربو دوفيري مع لورو بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ديفونو. يبقى انت كده من اللي انا شرحته ده كله انت لازم تحفظ تصريف الافعال مع الست ضمائر، وتحفظ الثلاث افعال اللي انا قلتهم لك، بناء عليه تحدد الفاعل، وما تشوف الفاعل تقوم على طول مختار معاه تصريف الفعل ولا اكتر ولا اقل. لو جه الثلاث افعال دول متصرفين في جمله على طول بيجي بعدهم الفعل في المصدر، اللي هو يعني ايه في المصدر؟ بينتهي اما باري او ايري او ايري. ادي جزئيه الجراماتيكا بتاعتنا، هتحل عليها اكتر في الـ في الـ في البنك الاسئله اللي هيتبعت لك واشوف حلك. تمام. هناخد جزئيه جديده اللي هي ايه؟ لي اوري. يعني ايه لي اوري؟ يعني الساعات. هتتعلم انت ازاي تقرا الساعات بالايطالي، فواحده واحده كده نشوف الدنيا ان شاء الله تبقى سهله خالص. طيب انا لو عايز اسال حد الساعه كام، تمام، بقول له كي اورا اي او كي اورا سونو. طب ايه الفرق ما بين دي ودي بقى اللي انت قلتيها؟ خد بالك هنا اورا مفرد، فجي تصريف فيربو اسري مفرد. تمام. الساعه جت مفرد، الاسم جه مفرد، فتصريف فيربو اسري جه في المفرد. لكن هنا اوري جت جمع، ففيربو اسري جه في الجمع. يبقى انت اما تقول له كي اورا اي او كي اوري سونو. كي اورا اي او كي اورا كي اوري سونو. يعني لو استخدمت كلمة اورا مفرد تجيب فيربو اسري مفرد، لو استخدمت فيربو كلمة اورا جمع تستخدم فيربو اسري كجمع، اللي هو تصريف فيربو اسري اللي هو يكون في الجمع مع لورو. طيب هنا مثلا بريزيمبيو هقول لك ايه لونا الساعة واحدة، أو لو أنت يعني لو أنت اتسألت بإيه تجاوب بإيه، طبعا لو اتسألت بسونو بتجاوب بسونو. يبقى إيه لونا الساعة واحدة أو سونو لكواترو الساعة أربعة. يبقى أنا لو هسأل عن الساعة أقول لك كي اورا إيه لو مفرد، وأجاوب برضه فيربو اسري في المفرد إيه مثلا لونا، ولو في الجمع اقول لك كي اوري سونو، واجاوب في الجمع سونو لي كواترو. هعرفك ايه دلوقتي ليدي تحت شويه. طيب لو انا عايز اجي اسال عن ميعاد محدد، يعني ايه ميعاد محدد؟ يعني اقول لك مثلا اكي اورا ابري انيجوتسي، انيجوتسيو المحل ده بيفتح الساعه كام؟ يبقى اكي اورا ابرا انيجوتسيو المحل ده بيفتح الساعه كام؟ انت بقى في الحاله دي هتقولي مثلا ابرا الكواترو الشينكو، زي ما انت عايز تقول الساعه 4 الساعه 5 زي ما انت عايز تقول بيفتح الساعه كام. يبقى لو هاجي اسال عن ميعاد محدد بستخدم ا كي اورا. ا كي اورا يعني في اي ساعه، واكمل بقيه الجمله. يعني بريزيمبيو اقول لك ايه؟ ا كي اورا باي الاسكولا، انت بتروح المدرسه الساعه كام؟ ا كي اورا باي اسكولا، فانت هتحط لي فادو عشان باي في السؤال بتبقى فادو في الاجابه، ال ستة برضو قال لي دي هقول لك اللي هي ايه. يبقى انت لو عايز تسال عن اي ساعه محدده بمعنى بالعربي اللي هي في اي ساعه، في اي ساعه بقى بتروح المدرسه، في اي ساعه بيفتح المحل، في اي ساعه اي حاجه انت عايز تسال عليها، فاقول لك اكي اورا واكمل بقيه الجمله، وانت في الاجابه تقول لي قال لي واي ساعه بعدها، قال لي اللي هي دي وتحط لي اي ساعه بعدها. طب ليه بقى قال لي؟ بص جميع الساعات، جميع الساعات مفرد جمع مؤنث، جميع الساعات جمع مؤنث، يعني بتاخد
ليه. تمام؟ فجميع الساعات بتاخد ليه قبلها ما عدا ثلاث حاجات هنقولهم دلوقتي. يبقى جميع الساعات بتاخد ليه، يبقى انا دلوقتي عشان بقول لك اكي اورا فتقول لي الله، يبقى كل الساعات بتاخد الله تمام قدامها عشان كل الساعات جمع مؤنث ما عدا ثلاث حاجات، ثلاث استثناءات. كلمه اونا اللي هي الواحده بتاخد ايه اللي ابصرفه، وكلمه ميتزا نوت وميتزا جورت بياخدوا اه بعدهم قبلهم بس. يبقى انا كل الساعات بتاخد الله قبلها، اي حد يجي يسالك عن اي ساعه تقول له الله سونو الله دو سونو الله تري وهكذا تمام، ما عدا كلمه اونا اللي هي الساعه واحده اقول لك لونا الساعه واحده، او ميتزو جورنو او ميتزا نوت بياخدوا قبلهم حرف الجر اه سينسا بروبوزيسيوني بدون اي ارتيكولي، يبقى ياخدوا حرف الجر اه قبلهم على طول. تمام؟ في حاجه بس كده كمان هقولها لك ونبدا نشوف الحل عليها. في عندي زي اسبريسيوني كده بمعنى اقول لك ايه، هي مثلا اكي اورا داكي اورا اكي اورا ابرا انيجوتسيو، هي من الساعه كام للساعه كام بيفتح المحل، من كام لكام دي معناها بالايطالي بنقولها ازاي، بقول لك دالا الله، بمعنى انا هاجي ارد اقول لك بتفتح من دالا الى الله، يعني مثلا اقول لك ايه داكي اورا اكي اورا ابرا انيجوتسيو، فتقول لي انيجوتسيو ابرا دالوتو من الساعه 8 الله نوفي، بمعنى من الى. تمام كده لو انت حابب تقولها او اتسالت بالسؤال ده. طيب دلوقتي انا عايزه اتعلم ازاي اقرا الساعه ان ايطاليانو، اقرا الساعات ازاي بالايطالي. انا عشان اقرا الساعه هحفظ بس الجدول ده كده عشان اعرف اقرا الساعات. يعني ايه؟ هاجي اقول لك دلوقتي ان كلمه الا مينو، يعني اقول لك مثلا الساعه الا تلت فتبقى عارف كلمه مينو، وكلمه و بمعنى ايه، يبقى دول حاجتين لازم تعرفهم، مينو يعني الا وايه يعني و، يعني هقول لك الساعه وي كذا او الا كذا. تمام؟ طيب في عندي كذا حاجه كمان هقول لك، قول كوارتو يعني وربع اللي هي اي كوينديتشي وي 15 دقيقه، مش الساعه وربع اللي هي 15 دقيقه فبتقلب بالطريقتين دول، او هاجي اقول لك ميتزو او ميتزا اللي هي الساعه ونص، او ترينتا اللي هي و30 دقيقه. طيب وتلت هقول لك فينتي، فينتي اللي هي ايه وتلت، وتلت يعني فينتي و20 دقيقه يعني. تمام؟ هوريك دلوقتي احنا بنقراها ازاي. بريزيمبيو الساعه دي الساعه 12 وربع، انا يا اما بقولها 12 وربع يا اما بقولها 12 و15 دقيقه. تمام؟ طيب 12 عموما هقول لك ايه، سونو لي دوديتشي، خد بالك من ليه، لان انا قلت لك ان كل الساعات بتاخد ايه ليه، سونو لي دوديتشي. عندي دلوقتي الساعه 12 هقول بقى وربع يا اما اقول لك وي ربع اي كوارتو الساعه وربع، او هقول لك وي 15 دقيقه اي كوينديتشي. يبقى انا هقول لك يا اما سونو لي دوديتشي الساعه 2 اي كوارتو وربع، او سونو لي دوديتشي اي كوينديتشي و 15 دقيقه. تمام؟ هديك ايزمبي كمان عليها، يعني مثلا دلوقتي الساعه 12 و40 دقيقه، 12 و40 دقيقه دي مش هي بتبقى الا تلت اللي هي يعني ناقص 20 دقيقه، صح كده؟ هاجي اقول لك ايه، ان سونو لدوديتشي اكوارانتا الساعه 12 و40 دقيقه، لو انا هقراها كده عادي 12 و40 دقيقه، او هقول لك سونو لدوديتشي مينو اللي انا واخداها فوق اللي هي اقل فينتي منو فينتي الساعة 12 منو فينتي إلا 20 دقيقة يعني إلا تلت. يبقى عشان تقرا الساعة هديلك بس دوي إزمبي، طبعا هنحل عليهم كتير، وانت لو حابب تشوف إزمبي زي دي كتير شوفها، ويعني تعالى بقى في اللايف نتكلم مع بعض في الساعات دي. هي مش سؤال محوري قوي، هو ممكن يجي لك بالشكل اللي انا جايبه لك ده جملة واحدة بس عليه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الإزمبي بقى نحل. بروف اكي اورا فينيشي لا ليتسيوني، الساعة كام هتخلص ليتسيوني، يعني انت هتخلص المحاضرة دي الساعة كام؟ فهيقول لك فينيسكو نقط دياتشي، طيب هخلص الساعة المفروض ايه؟ 10. طيب كل الساعات بتاخد ايه؟ بتاخد ليه؟ اللي هي بتاخد قدامها ال ايه؟ بس خد بالك انا بقول له هنا اكي اورا فلازم يقول لي الله على طول، ماشي؟ مش ليه بس، لا عشان هو سألني باكي اورا فاقول لك على طول الله دياتشي على الساعة 10. تمام؟ طيب نكمل، اكي اورا فاي اللافورو، هتروح الشغل بتاعك الساعة كام؟ فيقول لك فادو نقط اي ميتزو، الساعة المفروض 8 ونص، فاحنا قلنا كل الساعات بتاخد ايه؟ ليه؟ يبقى الي اوتو اي ميتزو، يعني هروح الساعة 8 ونص. طيب بعد كده اكي اورا ايه؟ هي الساعة كام؟ فتقول لي نقط اي اونا اي ميتزا، اونا ميتزا يعني الساعة 1 ونص. اونا الحاجه الوحيده اللي احنا خدناها اللي هي بتاخد ال ابوسترفو، يبقى لونا ميتزا، لونا ميتزا الساعه 1 ونص. طيب
اكي اورا دورمي، بتنام الساعه كام؟ يبقى دورمو دي سوريتو نقط ميتزا نوتي. احنا قلنا ميتزا نوتي وميتزا جورنو بياخدوا على طول حرف الجر اه من غير اي ارتيكولو، يبقى ميتزا نوتي. ماشي، اخر جمله بقى معايا، اكي اورا ابرينو اينوغوتسي، الساعه كام بتفتح المحلات؟ الجمله اللي انا عماله اكررها كل شويه، يبقى ابرينو نقط كواترو. المفروض اكي اورا عشان قال لي هنا اكي اورا قال قبلها الي مش لي بس، عشان اللي قبلها دي لازم تيجي هنا قبل قبل الاداه، هي بتاخد ليه بس عشان في قبلها فتبقى الي. ماشي، يبقى الي كواترو، ابرنو الي كواترو. يبقى انت خدت ان جميع الساعات بتاخد ليه تمام، الا كلمه اونا اللي هي الساعه واحده بتاخد لونا، ميتزا نوتو وميتزا جورنو بياخدوا من غير اي ادوات. ماشي، ولما يقول لك اكي اورا في الحاله دي بنحط قلي على طول. ماشي، قلي مش ليه بس، يعني ما بنحطش ليه، بنحط قلي تمام. المره دي الدنيا خفيفه، والمرات الجايه برده هتبقى خفيفه، انا ما حبيتش اكتم اخر واحده تبقى تقيله قوي اعملها على فيديوهين بس، لا احنا براحتنا ومعانا وقتنا. اهم حاجه بس ان انت ما تعديش حاجه، جزئيات الجراماتيكال بتاخدها دي ركز فيها جدا، ما تستهترش ان هو بيديك كل مره جزء صغير وحاجات صغيره يعني وكده، لان هيجي يتكوم عليك في ثانيه وفي ثالثه الحاجات دي، هو بس عشان انت لسه صغير في الايطالي فبيأسسك فيها واحده واحده عشان ما يبقاش الموضوع تقيل تمام. اشوفكم على خير باذن الله المره الجايه، ونشوف كده الوحده لو كملت معانا على فيديو واحد ماشي، ما كملتش هيبقوا على فيديوهين. ونختم باذن الله مع بعض بقى المنهج بتاعنا ويبقى سهل باذن الله. اشوفكم على خير، تشاو.